اليوم في القاهرة عاصمة الإنسانية مهد التسامح ونبت الحياة الهادئة المطمئنة، تتصدر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لتعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتأكيد على أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين. فلسطين الحبيبة، العزة والكرامة، الجهاد والتضحيات، فلسطين في القلب. جديدة من جولات اليوم، هنتابع فيها أهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية في جولة مختصرة لأهم الأحداث. بداية جولتنا هتكون من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق ليه. اللقاء المتصدر للصحافة الإقليمية والدولية واللي تطرق إلى تطورات المشهد الإقليمي، هطرح على حضراتكم أهم ما تم في هذا اللقاء. كانت البداية من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا، وأشار سيادته إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني اللي تعرضت ليه مؤخرا، وشدد على حرص مصر على أمن لبنان وعلى استقراره وسيادته. وتم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو اللي بيضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين. أيضا تناول اللقاء تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بانعقاده على النحو اللي يحقق مصالح المشتركة للدولتين.
طيب، على الجانب الآخر، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة حققت إنجاز وتقدم كبير خلال الشهر ونص اللي فاتوا مع مصر وقطر، لكن الحل في نهاية المطاف لا يتعلق بالمحتوى ونقاط الاتفاق بل بالإرادة السياسية، وعلى الطرفين إظهار الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق. مش بس كده، بلينكين كمان أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة إظهار الإدارة السياسية والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حقيقي من أجل مناقشة اليوم الثاني للحرب وحوكمة غزة وتأسيس الأمن وإعادة الإعمار، ومصر هتكون شريك مهم في هذا الأمر. أكد أيضا على أن هذه الرحلة التي يجريها في المنطقة بتركز على الحوار الاستراتيجي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. لمزيد من التفصيل والنقاش ينضم إلينا هاتفيا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. شكرا. مساء النور. الحقيقة مسار السلام الدائم التي طرحته مصر منذ البداية وتأكيدات بضرورة وقف إطلاق النار، تبادل الرهائن، وأيضا حل الدولتين، كيف يمكن قراءة رسائل اليوم؟ يعني خلينا حضرتك نركز على الوضع الراهن. تفضل. أما مستقبل القضية الفلسطينية والتسوية السياسية يعني نأجله بعد شيء لغاية أما بس الصورة تتضح أمامنا، الموقف الأمريكي، الموقف الإسرائيلي، الموقف الأوروبي، يعني فإحنا نركز على اللحظة الراهنة. اللحظة الراهنة إنه على حسب مصادر رسمية أمريكية 90% من التفاصيل الخاصة بالمرحلة الأولى في خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس بايدن في مايو الماضي قد تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات أو المباحثات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، ولا يتبقى إلا 10%، وكانت هذه المصادر الأمريكية الرسمية قد أعلنت منذ 10 أيام إن الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل مع الوسطاء مصر وقطر على الحصول على موافقة كل من حماس وإسرائيل على التفاصيل المتعلقة بال 10%. نعم. أمس أو خلال اليومين الأخيرين الأخبار الواردة من واشنطن من مصادر إعلامية أن الإدارة الأمريكية لم تحزم أمرها بعد، هل ستتقدم باقتراح أم ستؤجل ذلك؟ ففي اللحظة في الوقت اللي احنا بنتحدث فيه بخصوص إيه تحديدا معالي السفير؟ نعم؟ نعم؟ بخصوص إيه تحديدا؟ العشرة في المية اللي هم بيتبلبروا فيه. قالوا المصادر الرسمية الأمريكية قالت إن 10% بتتعلق بالممر في ممر صلاح الدين، والموضوع الخاص بأسماء بقائمة بأسماء المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. كما تعلمين حضرتك إن من ضمن الشروط الإسرائيلية إنه المعتقلين في عناصر في المعتقلين والأسرى الفلسطينيين إسرائيل تطالب أن هم يغادروا الأراضي الفلسطينية، أي في لحظة الفراج عنهم يتجهون إلى أي دولة أخرى غير الضفة الغربية وقطاع غزة. فاللي يفهم من تصريحات الرسمية الأمريكية أن 10% المتبقية هي بتدور حوالين الملفين. كما تعلمين حضرتك ان حركة حماس بترفض ايضا موقفها زي موقف مصر، رفض وجود عسكري دائم للقوات الاسرائيلية في محور صلاح الدين او محور فيلادلفيا. محور صلاح الدين. فحضرتك الولايات المتحدة الامريكية كانت قد اعلنت ان هي بتبلور اقتراح، حتى اللحظة دي هي لم تتقدم بالاقتراح. طيب، لاول مرة يظهر مصطلح اليوم الثاني للحرب والمعنى بإعادة إعمار غزة على لسان وزير الخارجية الأمريكي، كيف تفسر ذلك؟ الواقع الأمر أن إدارة الرئيس بايدن من البداية يعني البداية هنا ممكن حضرتك نعود إلى نهاية العام الماضي.
بدأت تتحدث عن مجموعة من الضوابط والشروط وتعرف باسم شروط أو ضوابط طوكيو، لأنه كان الوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين كان قد أعلن عنها في أحد المؤتمرات التي عقدت في اليابان. هذه الضوابط والشروط من ضمنها عملية إعادة الإعمار، والولايات المتحدة الأمريكية مهتمية بعملية إعادة الإعمار. طبعا هي قالت أنه لا 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 انتقاص من الأراضي قطاع غزة، بمعنى أن لا تقام إسرائيل لا تضم أراضي قطاع غزة بحجة أن هي تقيم فيها ملذات آمنة أو مناطق حضرتك عازلة بينها وبين قطاع غزة لأسباب أمنية. تاني شيء حضرتك فتح المعابر. ثالث شيء وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة. ديت حضرتك الضوابط اللي الإدارة الأمريكية بتتحدث عنها. صحيح. بما في ذلك إعادة الإعمار. والخطة خريطة الطريق اللي أعلنها الرئيس بايدن في 31 مايو أخذت كل ذلك في الاعتبار. لكنها اصطدمت حضرتك أنه اصطدمت بتعنت إسرائيلي واضح. صحيح. وطبعا حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت حضرتك بالرغم كل التصريحات الإيجابية التي تنطلق من واشنطن إلا أنها لم تمارس أي ضغوط من أي نوع على الحكومة الإسرائيلية من أجل حملها على وقف العدوان على غزة والقبول بوقف إطلاق نار دائم. طيب أخيرا كيف نتوقع الرد الإسرائيلي بعد جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ حضرتك إسرائيل حاليا يعني بتعد العدة أو بتمهد الأجواء أو بتمهد الإقليم لعدوان على جنوب لبنان إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لموضوع المستوطنات في شمال إسرائيل. احنا بنتكلم هنا حضرتك على ما بين 60 و70 ألف إسرائيلي تركوا ديارهم في تلك المستوطنات منذ 7 أكتوبر الماضي. اليوم أصبحت إلى جانب قضية الرهائن أو ملف الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة موضوع عودة مما يمكن أن نسميهم بالمهجرين الإسرائيليين من شمال إسرائيل أصبح من الموضوعات السياسية الساخنة في إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول والمبعوث الأمريكي أعتقد هو ما زال في المنطقة، المبعوث الأمريكي هوكستاين بيحاول التوصل إلى حل دبلوماسي. إذا لم يتم التوصل إلى هذا الحل الدبلوماسي فيجب علي يعني لا نستبعد فنب عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في جنوب لبنان. طبعا اليوم الأخبار أن في فرقة انسحبت من غزة للاتجاه شمالا. فردا على سؤال حضرتك اللي ممكن نشوفه في الأيام القادمة التهدئة في العمليات العسكرية في قطاع غزة مقابل عمليات عسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان. وهنا اللي حصل في لبنان أمس ده ربما يكون تمهيد لشن الهجوم، لأنه دوت شل الاتصالات بين عناصر حزب الله. أشكرك شكرا جزيلا معالي سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه القراءة المفصلة للأوضاع الفلسطينية سواء كانت على الأرض أو الأوضاع السياسية. ما زالت أجندة الرئاسة اليوم الحقيقة متخمة بالمزيد من اللقاءات، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية جزر القمر للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال اللي تعرض لها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي،
مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري مؤكدا أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. كذلك أكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس النهاردة، وكان حاضر الاجتماع المهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وطلع الرئيس في هذا الاجتماع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة فيها. أيضا عرض رئيس قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات واستعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية والجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن. مش بس كده، الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تابع جهود تحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، ووجه باستمرار العمل على تقديم كل الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة اللي بنمر فيها أو بيمر فيها الإقليم. هنروح لفاصل قصير هنرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم، ولسه أخبارنا مكملة مع حضراتكم. هنروح لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي أطلق النهاردة مبادرة بداية من ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعتبر أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية. بداية جديدة لبناء الإنسان، ده اللي بيجسد استراتيجية متكاملة للدولة المصرية. هدفها الأول هو تنمية الإنسان، و عايزة أقول لحضراتكم إن بداية دي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعد من أهم المبادرات اللي بتركز على تنمية المواطن المصري. هتستمر لمدة 100 يوم في كل محافظات الجمهورية، محور مهم من محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية اللي الحقيقة بيهدف للعمل على بناء الإنسان في كل القطاعات المختلفة والتنمية البشرية للأسر المصرية طبعا على رأسها، ومن تحتها الأفراد المواطنين المصريين. بتهدف إلى نشر الوعي الصحي، بتهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين المواطنين، تعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في كل المراحل العمرية منذ الولادة وحتى 65 عام. بينضم لنا هاتفيا دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. أنا برحب بحضرتك يا دكتور وليد. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بيك. وبدايه بدايه، انا الواحد الحقيقه البدايه دايما بتبقى بدايه حلوه، فبدايه جديده لبناء الانسان دي مبادره الحقيقه بتجسد استراتيجيه متكامله لتنميه الانسان المصري. عايزين نعرف من حضرتك اهم الفعاليات اللي هتشتمل عليها هذه المبادره واللي هتستمر لمده 100 يوم. خلينا اكد على انها بدايه، ولكنها ليست بدايه من الصفر، ولكنها بداية بعد مجهودات كبيرة. هي بداية لمرحلة جديدة من مراحل التنمية البشرية للإنسان المصري، تستند على ما قامت به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية. الملاحظ أن السيد الرئيس دائما ما يدعو إلى تكامل الجهود. هناك جهود بتقوم بها أجهزة الدولة المختلفة في مجال التنمية البشرية، كان من المهم جدا ان يتم هناك حاله من التكامل ما بينها وابراز جهودها. اذا فبناء على توجيهات السيد الرئيس بنجد انفسنا امام 29 وزاره وكيان حكومي بيعملوا في مجال تنميه الانسان المصري، وكان من المهم ان يكون هناك تكامل ما بينهم. مبادره بدايه هي مبادره بتستهدف في محاورها التعليم والصحة والتوظيف، بتبدأ من في مرحلتها الأولى
بتسليط الضوء على الخدمات الموجودة بالفعل. هناك خدمات حكومية كثيرة موجودة، جهود حكومية موجودة، فإلقاء الضوء عليها وتقريبها إلى المواطن ده شيء مهم جدا بيتم في المرحلة الثانية منها، وهي نشر ونقل مجموعة من الخدمات اللي بيتم تقديمها على مستوى مركزي في القاهرة لتصل إلى المحافظات. إذن نحن أمام مبادرة تنسيق جهود بتستهدف الجميع، بتستهدف كل البقاع الجغرافية في الوطن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. يعني أنا أقدر أقول إن هي ربط لكل الخدمات اللي بتقدمها أكتر من 29 وزارة وهيئة ومؤسسة يعني تعمل معا من أجل المواطن المصري، صح كده؟ بالضبط حضرتك، لأن أنا عايز أأكد أن إذا كانت المبادرة 100 يوم فإنها كان يسبقها عمل كبير وسيتلوها عمل كبير، ولكن هذه المبادرة هي مبادرة بتقوم بالتنسيق وبتؤسس للاستمرار المؤسسي ما بعد 100 يوم، تأثيرها هيستمر لما بعد 100 يوم. نحن أمام دفعة كبيرة للعمل الوطني في مجال التنمية البشرية بيترتب عليها وضع أسس في خلال 100 يوم، عايزين دفعة كبيرة قوية خلال 100 يوم بيتم من احنا هنتابع معاك يا دكتور وليد خلال 100 يوم اللي جايين ماذا قدمت مبادرة بداية للمواطن المصري في كل محافظات الجمهورية من محاور سواء كانت لها علاقة بالتوعية الثقافية، التوعية الصحية وخدمات صحية، أو الارتقاء بالمهارات، مهارات الإنسان لتهيئته لسوق العمل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. هنروح للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، لأنها احتفلت باليوم العالمي لمحو الأمية تحت عنوان تعزيز التعليم متعدد اللغات، محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام. الهيئة الحقيقة قالت في البيان اللي صدر عنها إن رؤيتها الجديدة دي بترتكز على التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال والتعايش الرقمي وجودة الحياة والابتكار، مع الاهتمام بذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع، وده من خلال منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى الاختبارات الخاصة بالأمية، وبيشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال والتعايش الرقمي، ده إلى جانب الأبجدية. يمكن كمان أكدت أنه بيتم حاليا الإعداد لطرح منهج متعدد رقمي لذوي الإعاقة الذهنية القابلين للتعلم، طبعا مع عقد الندوات التوعوية والتثقيفية للتوعية بالموضوعات المختلفة. موضوع مهم جدا محتاجين مناقشة وتفاصيل أكتر عنه، علشان كده بينضم لنا هاتفيا دكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. الحقيقة أنا بشكركم على يعني ما قمتم به بمجهودات سابقة والاستراتيجية الجديدة، لأنها بتحوي الحقيقة حاجات أول مرة يعني تدخل في محو الأمية زي محو الأمية الرقمية والتوسع فيها، الحقيقة بناء قدرات، تعليم لغات، كلمني أكتر عنها. بداية أنا يعني حابب أشكر سيادتك والبرنامج المتميز على تغطية الأحداث لحظة بلحظة. احنا النهاردة احنا سعداء يعني بتغطية مثل هذه الأحداث، اتفضل. ربنا يخليك. احنا النهاردة في ظل الاحتفالية باليوم العالمي لمحو الأمية، طبعا هذا اليوم بتحتفل به الكثير من الدول العالم، كل يعني دولة في سنة من السنين بتنعقد فيها هذه الاحتفالية. كان من نصيب السنة دي دولة الكاميرون ان يتم الاحتفال باليوم العالمي، وكان من نصيب مصر ان هي تفوز على 64 دولة في جائزة كونفوشيوس. هذه الجائزة اللي هي صينية الأصل ولكن تشرف عليها اليونسكو إشرافا وإدارة، مصر فازت بها وخدت المركز الأول، فمبروك لمصر بداية، وطبعا متمثلة في جامعة المنصورة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالشراكة. مبروك لينا كلنا، صحيح. ودي جائزة عظيمة جدا، جائزة اليونسكو. طبعا. فبداية دي بتعكس أو بتعطي مؤشرات عمل جاد من الهيئة العامة لمحو الأمية والشركاء وممثلة في جامعة المنصورة، عمل جاد في هذه القضية القومية اللي تستحق منا كل الجدية.
فكون ان الملف المصري يوضع على الطاولة بين 64 دولة ويتم اختيارها يعكس ثقة للدولة المصرية وقيمة الدولة المصرية تنظيميا واعدادا ومن الجانب الفني طبعا. ايضا طبعا. فكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعلنا نحقق الحلم بتاعنا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين، وهو جمهورية جديدة خالية من الفقر والجهل والمرض. جعلنا نحقق هذا الحلم على ارض الواقع، ومش باعترافنا احنا، ده باعتراف منظمة اليونسكو وباعتراف منظمات دولية واممية. صحيح. فيها. شكرك شكرا جزيلا دكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. موضوع كبير ومحتاج نقاش كتير، خصوصا المحاور الجديدة اللي أضيفت ليها من محو الأمية الرقمية، من تعليم اللغات، وخصوصا بقى ذوي القدرات الخاصة وما أضيف ليهم من تعليم وتوعية وما إلى ذلك. إن شاء الله هيكون معانا وهنناقشه بالتفصيل. حلقتنا خلصت من برنامجكم برنامج اليوم، بكرة يوم جديد مليء بالأحداث، كل أخبار وهتلاقوها مع حضراتكم على شاشتكم، شاشة دي ام سي، وبرنامجكم اليوم. لكم مني كل التحية، أنا دينا عصمت وفريق العمل، إلى اللقاء.